تقول السائلة: جاءت من سوريا للعمرة وعليها الدورة الشهرية، ودخلت المدينة المنورة ومكة المكرمة وعليها الدورة الشهرية، ما حكمها؟ هل أحرمت؟ لم تذكر. يجوز أن تجي المدينة والمكة وهي عليها الدورة، لكن ما تدخل المساجد، ما تدخل المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا غيرهما من المساجد حتى تطهر وتغتسل. وإذا كانت محرمة من الميقات وهي حائض، تبقى على إحرامها حتى تطهر من الحيض وتغتسل، ثم تؤدي العمرة.